ينضم إلينا من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك محمد. مرحبا 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 بك، مساء الخير عليك، مساء الخير على كل مشاهدي القاهرة الإخبارية. إذن محمد، هل لك أن تصف لنا الأوضاع في السودان الآن؟ هل ما زالت الاشتباكات مستمرة ما بين الجيش السوداني والدعم السريع؟ نعم، حتى هذه اللحظات الأوضاع مضطربة في الخرطوم وتحديدا في منطقة عمان. هناك أعداد كبيرة من سكان منطقة أم درمان قد نزحوا إلى شمال منطقة أم درمان وأيضا إلى الولايات، إضافة إلى ذلك أن الأوضاع حتى هذه اللحظة مضطربة من نواحي مختلفة في أم درمان وتحديدا في قلب أم درمان، حيث هناك تحليق جوي مكثف لطيران الجيش السوداني، وكذلك أيضا هناك تصاعد لألسنة الدخان في أنحاء مختلفة، وأيضا من حين لآخر هناك أصوات للأسلحة الثقيلة. وذات المشهد الآن في منطقة الخرطوم، حيث هناك أصوات متقطعة في أنحاء مختلفة، لكن الاشتباكات أو هناك مناوشات في منطقة الخرطوم جنوب وتحديدا منطقة جبرة، وهي منطقة تقع بجانب المدرعات، وهو من المعسكرات أو الوحدات العسكرية التابعة للجيش السوداني. إضافة إلى ذلك منطقة شرق النيل حتى هذه اللحظات ما تزال هناك ارتكازات تابعة للدعم السريع. الجيش السوداني يصوب أهدافه تجاه هذه الارتكازات التي تقع أو تتواجد أسفل جسر السوبة الذي يقع في يربط الخرطوم مع منطقة شرق النيل، حيث يتوزع الكثير من العناصر الدعم السريع في منطقة شرق النيل. إذا الأوضاع حتى هذه اللحظات مضطربة في مواقع مختلفة وفي عدة اتجاهات، ونشاهد في خرطوم أيضا تصاعد بألسنة الدخان، لكن المواجهات الكبيرة أو الأضرار الكبيرة في هذين اليومين شهدتها منطقة أم درمان بحسب شهود عيان. هناك يعني عدد كبيرة نازحة من منطقة أم درمان القديمة إلى شمال أم درمان وإلى ولاية نهر النيل، وهي منطقة يعني الأقرب لهذه المدينة أم درمان المعروفة بالعاصمة الوطنية. عموما أعداد النازحين أيضا تتزايد في عدد من الولايات. من ناحية الخرطوم نشاهد يوميا هناك موجة نزوح من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة، وكذلك أيضا إلى ولاية النيل الأبيض، وكذلك أيضا من ناحية الخرطوم بحري هناك تدفق من النازحين ناحية ولاية النهر النيل. الأوضاع يعني ربما في الأيام القادمة تكون الخرطوم خالية من السكان، خصوصا بعد الاشتباكات التي ظلت يعني تتوزع في مواقع مختلفة، وخصوصا وأن الجيش السوداني بدأ يوسع من عملياته الهجومية في مواقع مختلفة، خاصة أن الجيش يتحدث عن أنه يتعامل الآن بخطة الهجوم على مواقع الدعم السريع، خصوصا وأن العناصر الدعم السريع الآن ظلت تتواجد في المنازل بعد طرد الكثير من سكان جنوب الخرطوم من منازلهم، وهذا أيضا ربما يعقد من عملية الجيش، خصوصا وأنه ظل طيلة الفترة الماضية يتحسب لسكنات المواطنين، وأيضا المواطنين خاصة وأن الدعم السريع ثم يتخذ المنازل، والمواطنين كان دروعا بشرية تحسبا من عمليات الجيش القوية التي سوف نتوقعها في مقبل الأيام بعد خلو عدد كبير من أحياء الخرطوم من سكان العاصمة. إذن شكرا لك محمد إبراهيم على كل هذه التفاصيل حول الوضع في السودان.